Good evening. You're watching the news from Bahrain Television. I'm Marie Claire. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa held an iftar banquet at Rauda Palace this evening in the presence of His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. Attending the banquet were senior members of the royal family, chairmen of the representatives and shura councils, religious figures and a number of other guests. His Majesty the King welcomed the audience and exchanged greetings with them on the advent of the holy month of Ramadan, wishing them, the Kingdom of Bahrain and Arab and Islamic nations, many happy returns. His Majesty also wished the Kingdom of Bahrain security, stability and further prosperity. Thank you.
After reciting verses from the Holy Quran, Sheikh Nasser Khalaf Ahmed Al-Asfour delivered a speech where he highlighted Bahrain as a country of religious forgiveness and coexistence. وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد رسله محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أجواء هذا الشهر المبارك شهر الله الكريم الذي جعله الله ميداناً للتسابق للخيرات واكتساب المثوبات وفي العشر الأواخر من شهر المغفرة والرحمة والذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ينعم المسلمون في هذا الشهر برحمات وبركات وفيوضات إلهية ويعملون على الاستفادة من أبعاده المختلفة روحية ونفسية واجتماعية فهو محطة ربانية ومدرسة تربوية إيمانية في هذا المحفل الكريم أستميحكم في التحدث حول بعض الجوانب المرتبطة بالتعايش والتسامح انطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اقتضت حكمة الله عز وجل في خلقه أن جعلهم شعوباً وقبائل وأمماً متنوعين في انتماءاتهم مختلفين في ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم وتبعاً لهذا الاختلاف فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك اختلافاً في الطبائع والثقافات والعادات والتقاليد والأعراف وهذا بذاته يشكل دافعاً ومحركاً نحو التعارف والتواصل فثمرة التعارف هو التعايش والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب فالحضارة الإنسانية إنما هي مجموع تراكم خبرات وتجارب ومعارف مختلفة ومتنوعة وعلى هذا الأساس فإن الانغلاق على الذات والانطواء يمثل خلاف السنة الإلهية والطبيعة الإنسانية والتي من أبرز نتائجها وسلبياتها يعني الانغلاق على الذات هو تكون تلك الصورة المشوهة أو الناقصة أو غير الواضحة عن الآخر سواء على الصعيد الفردي أو على مستوى الجماعات أو الأمم أو المكونات المختلفة من المفارقات أنه في الوقت الذي يدعونا القرآن الكريم ويحثنا على التعارف والتواصل والانفتاح على الثقافات والشعوب والأمم والحضارات الأخرى نجد أنفسنا كمسلمين وكأمة قد وضعنا الكثير من العوائق صنعنا حول بعضنا الحواجز والمتاريس ونحن الأمة الواحدة التي قال عنها سبحانه وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
وإذا كانت المذاهب الإسلامية في الأمة تشكل تنوعاً وتنوعاً ورافداً وإثراءً للحالة الإسلامية في إطارها العام، وهي حالة إيجابية، إلا أنه وبسبب الجهل والتعصب قد تتحول إلى مادة تنازع وتصارع وتطاحن بدل أن تكون سبباً للتقارب والالتقاء والتعاون. وإن هذا التمايز والتنوع يفترض أن يشكل قيمة إيجابية تنافسية للارتقاء والنهوض والتقدم وليس العكس. ومعلوم أن الفتن الطائفية لا يقتصر خطرها على الفرقة والتنازع وما ينتج عن ذلك من وهن وضعف وتخلف، بل نجد الآن خطر الفتن الطائفية والصراعات العرقية تقود إلى محارق حقيقية وتلقي بظلالها على تقسيم البلدان وتدمير الأوطان. إننا ننتمي إلى هذا الدين العظيم، وهو دين الرحمة والإنسانية والسلام والأمان، دين لا يوجد فيه مكان للحقد ولا للكراهية ولا العنصرية ولا العصبية، يتعامل مع الآخرين على أساس من الكرامة الإنسانية. وإن اختلاف الدين واختلاف العقيدة لا يعني عدم احترام الآخر ورعاية حقه الإنساني، بل أكثر من ذلك، فالإسلام يدعونا إلى الإحسان والبر بالآخرين من غير المسلمين. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كما يعلمنا الإسلام أن نظهر إيجابيات الآخرين ومن نختلف معهم، أن نتحدث عنها، كما قال الله تعالى جل شأنه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يريد الإسلام لنا أن نكون منصفين ليس فقط مع من نختلف معهم، حتى مع الأعداء. إنها قيمة راقية، هذه القيمة الراقية الحضارية، هذه الصورة التي تقدم للعالم، الصورة الحقيقية عن الإسلام وقيم الدين. ولكن من المؤسف أن هذه الصورة أصبحت مغيبة أو مختطفة، وما يراه العالم اليوم وما يحمل متصور عن الإسلام هي صورة مختلفة مشوهة لما يجدونه من حالة انغلاق، وما يشاهدونه من ممارسات منحرفة على الأرض نتيجة ظهور الفكر الإقصائي التكفيري الذي أضر بالإسلام أيما إضرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ونحن نسعد بالأيام والليالي المباركة من هذا الشهر الفضيل، نهنئكم جميعاً والمواطنين الكرام وأمتنا العربية والإسلامية بدخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سائلين المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا لصالح القول وخالص العمل، وأن يتم علينا نعمة صيامه وقيامه، وأن يعيده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالأمن والسلام والصحة والعافية. كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير
لسماحة الشيخ ناصر ابن الشيخ أحمد خلف العصفور على محاضرته القيمة التي تحدث فيها عن البحرين بلد التعايش والتسامح الديني، فجزاه الله تعالى خيراً على ما يبذله مع إخوانه العلماء والدعاة والمصلحين من نصح وإرشاد نظير ما قدموا لدينهم ووطنهم وما سخروا له أنفسهم ووقتهم خدمة للمجتمع، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان. أيها الإخوة، ونحن نعيش نفحات وبركات هذا الشهر الكريم، ينبغي علينا جميعا أن نحرص في هذا الوطن العزيز على وحدة الكلمة ورص الصفوف والتكاتف والتآخي والمحبة ونشر ثقافة التسامح والتعايش والمحافظة على الأصول الدينية والثوابت الوطنية والتلاحم الصادق بين أبناء شعبنا الوفي على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وتوجهاتهم. ولا شك فإن هذه الدعوة ستعمق روح الأسرة الواحدة وستعزز مسيرتنا الإصلاحية ومكتسباتنا الوطنية التي حققناها وأنجزناها معا. ختاما، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة ديننا وأمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يحفظ مملكتنا الغالية البحرين، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلام، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His Majesty the King congratulated the audience, the people of Bahrain, the Arab and Islamic nations on the advent of the last 10 days of the holy month of Ramadan, praying to Allah the Almighty God to accept the prayer and fasting of those observing the holy month and wishing everybody many happy returns. The audience expressed their thanks and appreciation to His Majesty the King for his great efforts in serving Islam and the Muslims, lauding in his regard the care and concern of His Majesty the King for charity and humanitarian work, including the building of mosques and Quran centers in various parts of the kingdom, in addition to His Majesty's support for religious education and religious figures. The audience prayed to God to save the King, provide him with health and happiness, and for Bahrain, security, stability, and prosperity. Thank you.
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa visited last night the Royal Guard in the presence of His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. His Majesty the King was received on arrival by BDF Commander-in-Chief, Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, BDF Chief of Staff, Lieutenant General Sheikh Dej bin Salman Al Khalifa, Royal Guard Commandant Staff Colonel His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, and a number of other officers. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قائدنا الأعلى، سيدي سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائب القائد الأعلى، سيدي القائد العام، سيدي رئيس هيئة الأركان، إخواني الضباط، ضباط صف وجنود الحرس الملكي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني يا صاحب الجلالة إلا أن أعبر عن خالص تقديرنا وشكرنا بحضوركم لنا في هذا المكان المشرف الذي يطمح جميع الناس في الخدمة فيه. Staff Colonel His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa then gave a speech thanking His Majesty the King for patronizing the Royal Guard Ramadan activities and events, after which a poem was recited. ونتخاوى جميعا في هذه الخدمة، ولكن يا سيدي على هذا الجمع العظيم لا يسعنا إلا أني أقول بس كم من بيت. ملكنا يا حمدنا كانها بالسيف منصوفة، ترى قروم رجال أفعالها من دون أساميها، حنا جنودك وساحة الميدان معروفة، تفاخر وافتخر في رجالك اللي يفتخر فيها، رجال في سبيل الدار للأخطار ملهوفة، تحب الموت لأجل الدار والحكام تفديها. والسلام عليكم ورحمة الله. Another poem was also recited by Captain Abdullah Ajman on the occasion. يشعق سنا برقه رعود انت قفاه منفض من هالبرد في الريادي، وحيا هشيم من دارس من الروايه، تفرح به الريضان عقب النكادي، جعله على جال الرفاع انتثر ماه، وامطر على الصخير ليل حشادي، وقصر الملك قصر الشموخ يتغشاه، من باكر الوسمي سحاب جدادي، ووادي علي حول مع السيل مجراه، وما فاض منه يرتوي كل وادي، يسقي على رميثه ومن ماه نلقاه، القرين والصمان سالت وكادي، واشمل تقول روضة الغار منصاه، وارخاها ماليل لها الطير شادي، ونركب على الليزان لونه وممشاه، من الرفاع ببيات حب وودادي، شاعر حرس والقاف لازان مبناه، كن الفرايد والمعاني تنادي، يسوقها نجم الذي شاعر حرس والقاف لازان مبناه، كن الفرايد والمعاني تنادي، يسوقها نجم الذي لو حيط طرياه،
يسوقها نجم الذي لو حيط طرياح عرفت وش معنى كريمة الأيادي يا مرحبا باللي يطروقهم خلاهم طنخ الفزعة بضرب الهنادي وسلام يلي عالي المجد مرقاه يرقى سنود ما رقتها العوادي وسلام من جيش نفودهم ضراه للحرب ضارين رجال نشدادي له 40 وسادس العام يزهاه والقايد الأعلى حمد له شادي شيد لنا صرح على العلم مبناه والعلم والتخطيط فيه اعتقادي واذني سلامي واجزل المدح يحداه حلالها لا جا نهار الطرادي ولي عهد المملكة لا عدمناه العهد عهده وبأمره الجيش قادي بمجنزرات شهب يوم الملاقاه تطرد بها الفرسان صبح وهجادي ميدانها لهواهج النار يصلاه ضرب المخلص من سيوف احدادي وصقور جو بالذخاير مخباه تمطر جوانبها ثقيل العتادي ترمي طيار وضربها يلحق قصاه تفري الهدف فري الحرارة الثنادي وسفن من الماهود من حول المياه بكل صاروخ عليه اعتمادي قيدومهم صبحة بلا من تولاه ومن شافها الرادار أضحى نفادي يبرى لها الفاتح على بعد مرماه معها الطويلة مرعدة بالسنادي وكتايب رجال الحرس المسماه سقم الحريب وسقم كبد المعادي مصنع رجال كل مخلص تمناه له الشرف بالروح للدار فادي ننهل فنون الحرب علم درسناه وخدمة حبيب المملكة هي مرادي وبتسع عشر ستة ورا الفين يقفاه أحد عشر عام وجاه اعتمادي يعين اللي جعل عداه تفداه متعب ظهور المسرجات العوادي ناصر وريث المجد والعز والجاه نعم العقيد الفذ ونعم القيادي وتسانده يمناه ويا طيب يمناه خالد ولا طره وكعام المعادي به تعتزي سيوف ورجال تنخاه وانتم ذخيرتهم عريبة الأجدادي نشرتها بر وبحر للملاقاه واخذت مواقعها وتل الزنادي فرسانكم شجعان والخيل مطغاه تاطى على روس عثاها الفسادي قواتنا صلفين والوطن تفداه هاك لجموع رجالكم ذي سنادي بك تعتزي سيوف ورجال تنخاه وانتم ذخيرتهم عريبة الأجدادي وذي بلادنا البحرين درهم هياه الراعي العليا حمد يا سنادي در المعاني كل دانه بمعناه للملك ترفع من حماة البلادي واختامها نفح الخزامة نشرناه مع عطرة روضن على خير هادي والسلام عليكم ورحمة الله. يعيد جلالة الملك المعظم يعيد جلالة الملك المعظم يعيد جلالة الملك المعظم His Majesty the King then attended a number of sport and military contests which aimed at enhancing military aptitude and physical fitness and fostering the spirit of competitiveness and fair play.
His Majesty then presented awards to the winners and congratulated them on their outstanding performance, wishing them every success. Royal Guard Commandant Staff Colonel His Highness Sheikh Nasser bin Hamad presented commemorative gifts to His Majesty the King and His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier. On the occasion, His Majesty the King hailed the honourable results achieved so far by Bahrain Defence Force in different regional and international sports arenas. He thanked Royal Guard Commandant Staff Colonel His Highness Sheikh Nasser bin Hamad and all Royal Guard officers, commissioned officers and personnel for their dedication in performing their patriotic duty, as well as their high spirit, excellent physical fitness and professional combat readiness. The Royal Guard personnel extended good wishes to His Majesty the King on the occasion of the holy month of Ramadan, affirming their allegiance and readiness to carry out their duties with utmost dedication and determination. Thank you.
The commander of the Royal Guard, Colonel His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, expressed deep thanks and appreciation to His Majesty the King, the Supreme Commander, for patronizing the Royal Guard Ramadan contest. His Highness expressed pride at the attendance of His Majesty the King, which affirms His Majesty's support to Royal Guard sporting activities aimed at raising the efficiency of military physical fitness and the spirit of fair competition. His Highness pledged to His Majesty the King to continue to work to perform the duty assigned to the Royal Guard to protect Bahrain and maintain its gains. In line with the directives of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa on providing emergency humanitarian and relief and aid to the Palestinian people in Gaza, Chairman of the Board of Trustees of the Royal Charity Organization, the RCO, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, in cooperation with Bahrain Television, launched today a national fundraising campaign organized by the Bahraini National Committee for Supporting the Palestinian People in Gaza at the Royal Charity Organization. On the occasion, His Highness Sheikh Nasser extended utmost gratitude and appreciation to His Majesty the King, the RCO Honorary President, for his noble and humane initiative by donating $5 million for Palestinians in Gaza. The RCO chairman said the campaign highlights the consistent stance of Bahrain's leadership, government and people towards the just Palestinian cause, and His Majesty the King's keenness to provide assistance to all, stemming from the human ties bonding people of the world and the fraternal relations between Bahrain and State of Palestine. His Highness said the campaign reflects the firm stance of Bahrain's leadership, government and people towards the just Palestinian cause and the keenness of His Majesty the King to help provide and assist all. He stressed Bahrain's support to the Palestinian people in their humanitarian crisis and to mitigate the effects of the brutal Israeli aggression against them, and called upon institutions, companies, individuals, citizens and residents to contribute to this noble action to help affected Palestinians in Gaza. Under the patronage of the Minister of State for Defence, Lieutenant General Dr. Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Khalifa, a ceremony was held to distribute housing units for BDF non-commissioned officers at the Al Wadi Housing Project, third suburb in Hamadan. The Minister of State for Defence distributed agreements of residential units to 125 beneficiaries, explaining that such housing projects affirm the care given by the leadership, in addition to the follow-up of Commander-in-Chief of the Bahrain Defence Force, Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, and the keenness of the General Command of the BDF to provide the foundations of a decent life and housing for employees of the Defence Force. He stressed that these service projects come within an integrated system of services provided by the Bahrain Defence Force for its staff.